السلام عليكم متابعي إيران بالعربية، وأهلاً بكم معنا ببرنامج رحلة. اليوم رح ناخذكم بجولة متحف المجوهرات بالعاصمة طهران، الكنز الفريد لمتحف المجوهرات الوطني، وعبارة عن مجموعة من أطلى المجوهرات في العالم واللي تم تجميعها على مر الغروب. لا تختصر أهمية المجوهرات الموجودة في خزانة المجوهرات الوطنية على قيمتها الاقتصادية، بل إنها تمثل ذوق الحرفيين والفنانين الإيرانيين في فترات مختلفة من التاريخ باعتبارها تراثاً تاريخياً وفنياً. يمتد تاريخ المجوهرات لقبل العصر الصفوي. تنقسم المجوهرات والقطع الموجودة بالخزانة المجوهرات الوطنية ل 36 غرفة ومتنوعة جداً. أشهرها ماسة بحر النور، تاج اللي لبس الشاه المخلوع البهلوي والمرصع بأكثر من 3000 من الأحجار الكريمة، وبالإضافة للطوق نادري، تاج كياني، كرة الجواهر، عرش الطاووس، وغيرها من التحف الكثيرة الموجودة. هذه كانت رحلتنا لليوم. لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. تابعونا بالحلقات الجاية برحلة جديدة. في أمان.